هلا هلا اماني شلونك؟ شلوني؟ ها؟ ما شايف لوني؟ صحيح شنو هذا؟ ايش في وجهك؟ وجهي تعبان، اريد منك خلطه اسمع ما لي علاقه. اريد شي يكون يبيض وجهي، يكون يبيض وجهي. يبيض ايييييي. عشان انك بعيش الا اسويش قطن، هاي عدت خلطه لمسه تخبل ثلاث ايام تصيرين بيضه قطن من السماء. يا اي وش قد مدتها؟ ثلاث ايام. اذا ما جيت تخبلين عاتبيني. ثلاث ايام ايه؟ واذا ما صار شيء ايه؟ اهجم عليك المكان هجم. اوه هاي عصبيه. بس خلنا سمعك خلنا سمعك، سويت لك بذيه البارحه، اسوي لك الوان اشكال خلطه لان بالبيت عدلك خلطه. راح اخذ لمان شلون خلطه تبيض الوجه وتنعمه سويه. ثلاث ايام ملكه الله ملكه الله. شنو هاي العصبيه اليوم؟ تشجعني ليش؟ قول لي ها. شو جتني هلا يعني بس القمزه؟ اهلا ايش لونك؟ زين الحمد لله. منو؟ طبعا اني كلش احب اشكرك على هاي الخدمه اللي اسديت لي اياها. بصراحه ما اعرف شلون اشكرك ومين ابدي. بصراحه هو الموضوع مخجل، يعني وين قبل وين هسه، كلش اختلاف فرق. يا خدمه. شنو يا خدمه؟ لا فو تخاف اشتبه. لا مش انت مو رحيم. نعم واني اماني. اماني إيه؟ اماني اللي قبل ثلاث ايام. اماني اللي قبل ثلاث ايام جيت اخذت منك هاي الخلطه مال لمسه، وقلت لك اذا ما سويت اي شيء بوجهي راح اسوي لك مشكله وافلش المحل عليك. صح؟ بس هسه وجهك خبل. اي بس هسه ولا ما استخدمت الخلطه غير الله. انا كلش خجلانه منك لان كنت معصبه عليك. وبصراحه بهاي المناسبه حبيت اقدم لك بوكي ورد. يعني اكو نتيجة تخبلين طالعة؟ طبعا انت شو تشوف قبل لو هسه؟ لا لا عم هسه تخبلين. بصراحة اني كلش اشكرك على هاي المصداقية اللي عندكم بهاي الخلطة مال لمسة. فعلا انه انت قلت ثلاث ايام وفعلا ثلاث ايام وبينت النتيجة. شكرا جزيلا لهاي المصداقية، وشكرا على كل اللي عاملين على هاي الخلطة واللي سووها واللي اكتشفوها واللي اخترعوها. بس اني اريد منك طلب صغير. طلب اطلبي. اريدك كل البضاعة الموجودة عندك من خلطة لمسة تخلي لي اياها تفد بكرتونة بكيس باي شيء حتى اخذها واوزعها على اهلي وقرايبي. كلها تاخذينها؟ اي اوديها هدايا. لا عاد قرايبك كلها تشبه هذا. هذا المنتج متوفر لدى وكلائنا محلات كارمن مجمع الكليات قرب معهد الإدارة، وكلائنا بالشورجة حسن الخفاجي، تحسين المندلاوي، محمد الأقرملي، عماد الندى، سيد باقر، أبو حارث، الشورجة، شارع الجمهوري. بعدسة المصور زهير العطواني وعلي العطواني.